للمزيد تنضم إلينا من أبو ظبي سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة عضو مجلس الشورى. أهلا بك في نشرة أخبار الثالثة. إذن ما أهم المحاور التي بحثها وناقشها أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات الخليجية خلال اجتماعهم اليوم؟ شاركنا في الاجتماع 18 لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه الاجتماعات تعكس طبعا حرص المجالس التشريعية على مواصلة العمل والتنسيق بينها. وخرجنا من هذا الاجتماع بعدد من القرارات التي تؤكد دور المجالس التشريعية كداعم لمسيرة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأيضا تحقق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. تم التوافق في هذا الاجتماع على أن يكون الموضوع الخليجي المشترك للعام القادم هو الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، الواقع والتحديات وأفاقه المستقبلية. نعم، من أبو ظبي سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة عضو مجلس الشورى، كل الشكر لك على هذه المداخلة.